النمسا تطالب ألمانيا بعضو خطير من خلية خراسان. الرئيس النمساوي يهنى أقباط الشرق بعيد الميلاد المجيد. السعودية تخسر 287 مليون يورو مع شركة سيجنا المتعثرة. دراسة توضح أن العديد من سكان شقق البلدية من الفقراء. والحكومة مولت أكثر من 8000 دراجة كهربائية. وأخيراً اعتقال تاجر مخدرات كان يعيش على السوشيال. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أعلنت السلطات الأمنية في النمسا عن إبقاء شخصين في السجن الوقائي بعد اعتقال 3 أشخاص قبل فترة أعياد الميلاد بسبب وجود تهديدات إرهابية. وتم اعتقال 3 للاشتباه في صلتهم بتنظيم خراسان، فيما تم الإفراج عن أحدهم حيث يعتقد أنهم من طاجكستان وهم بعمر 28 و 26 عام. وبيّنت التحقيقات أن أحدهم سافر إلى فيينا للاجتماع مع متطرفين والتخطيط لهجوم إرهابي، وتسعى النمسا لاستلام شخص آخر مشتبه به في ألمانيا حاول تنفيذ الهجوم معهم. وجه الرئيس النمساوي تهانيه للأقباط في مصر والمسيحيين الأرثوذكس بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وتمنى الرئيس عيدا سعيدا مليئا بالسلام، وكان قد حضر سفير مصر في فيينا قداس عيد الميلاد وأجرى لقاء مع كهنة الكنيسة معبرا عن تهانيه للأقباط ودعائه لرخاء مصر. وتضمنت الصلاة رسالة مسجلة من البابا تواضروس الثاني إلى الأقباط المقيمين في النمسا، حيث أعرب كهنة الكنيسة عن شكرهم للقيادة والمسلمين في مصر. لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. حينئذ دعا. كشفت تقارير أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يمتلك حقوقا مالية عالية المخاطر صادرة عن شركة سيجنا النمساوية المتعثرة. وبيّن التقرير أن السعودية تمتلك ما قيمته 287 مليون يورو، وتعتبر حقوق المشاركة في الأرباح أوراقا مالية ثانوية تمنح حامليها حصة من أرباح المصدر. ورفضت السعودية التعليق على الموضوع، فيما لم يستجب المتحدث باسم سيجنا لطلب التعليق، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى ستتمكن السعودية من استرداد استثماراتها خلال إجراءات الإفلاس. أشار السوسيولوجي كريستوف راينبريخت من جامعة فيينا إلى أن نسبة كبيرة من مستخدمي مباني البلدية في فيينا هم من الطبقة الفقيرة والفقيرة جدا. وتضم المساكن حوالي 220 ألف شقة يسكنها 500,000 شخص، حيث عمدت حكومة فيينا على عدم زيادة الإيجارات للعام الحالي والمقبل، مما يؤثر إيجابيا على حوالي ربع سكان المدينة. وتعد هذه المباني ذات تكلفة منخفضة وجودة عالية لشرائح واسعة من المجتمع، كما أشار أيضا إلى أن حوالي 36% يعيشون بدخل منخفض. أعلنت وزارة البيئة في النمسا أنها دعمت حوالي 8000 دراجة كهربائية منذ عام 2020 وحتى نهاية العام الماضي ضمن برنامج حماية المناخ. وتم إدخال ما يقارب 10000 دراجة على الطرق خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث تستخدم لنقل الأطفال والحيوانات والأثاث. وكانت الولايات الأكثر استفادة هي مقاطعة النمسا السفلى ثم شتايرمارك ثم فيينا. وفي أكثر من 90% من الحالات تحتوي الدراجات على محرك كهربائي بأسعار تتراوح بين 3000
7,000 يورو، حيث تعتبر بديلا اقتصاديا عن السيارة الثانية. اعتقلت الشرطة النمساوية تاجر مخدرات يشتبه ببيعه مواد مثل القنب والكوكايين في فيرستنفيلد شتايمارك. وكان الرجل البالغ من العمر 48 عام محل اهتمام السلطات، حيث تم رصده لشهور، ومن ثم تم اعتقاله بأمر من النيابة بعد شرائه مواد مخدرة، وعثر في شقته على كميات من المخدرات وأدوات زراعة القنب ومبالغ مالية كبيرة. وفي الوقت نفسه يحقق معه بتهمة الاحتيال والاستفادة غير القانونية من الإعانات الاجتماعية، حيث أنه مسجل عاطل عن العمل منذ فترة طويلة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.